بالرغم من ملامحه الهادي إلى حد ما، إلا إنه من أخطر الأشخاص وأكثرهم جرماً على وجه الأرض. عشان كده اوعى تحكم على حد من شكله. حكايتنا النهاردة عن ريتشارد تشيس، شخص سادي وعنيف جداً، ما كانش سفاح عادي زي اللي بنسمع عنهم إنهم بيقتلوا الضحايا وخلاص، لأ، ده كمان كان بيطلع أحشائهم ويفتت أعضائهم الداخلية ويخلطها بدمهم ويحطها في كاس ويشرب، وما كانش فارق معاه طفل من شخص بالغ، حتى الحيوانات ما رحمهمش. تعالوا مع بعض نعرف قصة الشخص ده ونعرف قصص ضحاياه وليه كان بيعمل فيهم كده. بس قبل ما نبدأ الحكاية، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان تتابع حكاياتنا أول بأول. اتولد ريتشارد في حي ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا سنة 1950. والده كان راجل صعب جدا وعنيف، وكان بيمسك والدة ريتشارد يضربها لحد ما يسبب كسور في مختلف أنحاء جسمها، لدرجة في مرة من المرات مسك صوابعها وكسرها قدام ريتشارد، والست من كتر غضبها كانت بتطلع كل همها في ابنها وتمسكه هي كمان تموته من الضرب وتعنفه على كل صغيرة وكبيرة، لدرجة ان الولد بقى منطوي وواخد له جنب من كل الناس حتى زمايله في المدرسة، وكان طول الوقت ساكت ويقعد يبص بعمق للناس اللي حواليه ويسرح فيهم. فزمايله في المدرسة بقى هم كمان بيتنمروا عليه ومسميينه غريب الأطوار. ريتشارد من كتر سوء المعاملة من كل اللي كانوا محاطين بيه، سواء والده أو والدته أو حتى زمايله، بقى بيجيله نوبات غضب وبقى حاقد على كل الناس، وبقى بينفس عن غضبه ده انه بيفتعل حرائق ويقعد يعذب في اي حيوان يشوفه ويموت القطط، لدرجه انه موت اغلب قطط الحي اللي كان ساكن فيه. وطبعا محدش كان بيشك ان طفل صغير ممكن يكون هو اللي بيعمل كده. فضل ريتشارد على الحال ده لحد ما وصل سن المراهقه، ووضعه بقى من سيء لأسوأ، بقى بيشرب خمور بكميات كبيرة جدا، وبقى مدمن مخدرات، وبقى بيجيله هلاوس وحالات شك وارتياب، وبقى عنده اعتقاد ان والدته عايزة تسممه وتموته، فقرر يسيبها ويروح يقعد في شقة مع أصحابه. بس معداش وقت كتير والجيران بقوا بيشتكوا منه انه بيشرب مخدرات وعلى طول سكران، وكمان بيتمشى في العمارة عريان تماما. وبعد شكوى السكان المتكررة، صحابه طلبوا منه انه يمشي فمرضيش، فهم قرروا يمشوا ويسيبوه، وبكده بقى قاعد في الشقة لوحده. ولما انعزل وبقى وحيد، حالته ساءت أكتر من الأول، بدأ يجيب الحيوانات من الشارع ويموتها ويحط دمها في كاس ويشرب، لأ ده كمان بقى بيطلع أمعائها ويخلطها في الدم ويضربها في الخلاط ويشربه كأنه بيشرب عصير. وفضل سنين على الوضع ده لحد سنة 1975، يعني كان عنده وقتها 25 سنة تقريبا. راح جاب أرنب وموته وخد شوية من دم الأرنب ده وحطها في حقنة وحقن نفسه في الوريد. طبعا جاله تسمم في الدم واتنقل للمستشفى، وهناك كان بيحكي للعاملين في المستشفى بكل فخر عن عمايله وعن قتله للحيوانات وشرب دمه. بس العاملين كانوا مفكرينه انه بيهلوس، لحد ما في مرة دخلوا عليه الأوضة لقوا وشه كله ملطخ بالدم، ولقوا جنبه طيور مكسور جناحها ومعضودة وبتنزل. الدكاترة كانوا مسمينه دراكولا، بس ما تقبضش عليه لان كان في نظرهم اعماله دي كلها مش بتسبب خطر دهم على المجتمع، فسابوه يمشي. بس الموضوع ما وقفش معاه هنا، لا، ده بقى بيحلم انه يجرب ياخد امعاء بشر ويمزجها بدم بشري ويشربها. في يوم قرر نفذ اللي بيحلم بيه واقتحم بيت الست اللي في الصورة دي، وكانت حامل في الشهر التالي وكانت لوحدها في البيت، وأول ما دخل ضربها بالرصاص، وقعت ميتة على الأرض وجرها لحد أوضة النوم واختصبها، وجاب السكينة وقعد يضرب بيها بجسمها لحد ما دمر الكبد والرئة والمعدة، وفتح بطنها وطلع البنكرياس والكلى والأمعاء وسابهم بره جسمها، وجاب وراس كلب وحطه بقها، وأخد كوباية وحط دمها فيها وبدأ يشرب، ومشي من البيت كأنه ما عملش حاجة. ولما جوزها رجع لقى دم في الأرض، مشي ورا الدم لحد ما اتفاجئ بجثة مراته وبلغ الشرطة. وبعد الحادثة دي بأربع أيام راح ريتشارد يعمل جريمة تانية واقتحم بيت واحدة ست اسمها إيفلون ميرت، وكان اليوم ده أخوها ساب لها ابنه اللي عنده 22 شهر عشان تخلي بالها منه مع ابنها اللي عنده 6 سنين، وكان عندها حد من جيرانها، وأول ما دخل طلع المسدس وضرب كل الموجودين بالرصاص وموته، وطلع أوضة النوم لقى الطفل الرضيع نايم في سرير الأطفال، ضربه بالرصاص موته، وإيفلون الوحيدة اللي كانت مستخبية في الحمام، وأول ما وصل لها وشافها قتلها هي كمان، وطلعها حطها على السرير واعتدى عليها جنسيا، وجاب سكاكين المطبخ وقعد
يضربها وينحت في جسمها لدرجة انه حاول يطلع عينيها من مكانها وفتح بطنها وطلع امعائها واخد دمها وقعد يشرب واخد جثة ابنها الصغير وفتح جمجمته وقعد ياكل اجزاء من دمه وجثة الطفل الاصغر اللي كان لسه رضيع اخده معاه البيت وقعد يقطع فيه ويشرب من دمه وبعدها حطه في صندوق ورماه قدام الكنيسة اللي كانت موجودة في الحي اللي هو ساكن فيه. طبعا في الوقت ده كانت الشرطة بتعمل تحرياتها عشان توصل للشخص المختل اللي بيعمل كده، خصوصا ان طريقة القتل وعيار الطلقات الموجودة في الضحايا هي لحد ما لقوا محل بيع الأسلحة واكتشفوا ان في حد اشترى مسدس عيار 22 وده كان نفس العيار المستخدم في الضحايا، ومع وصف التاجر والشهود اللي وصفوا شكل ريتشارد قدروا انهم يقبضوا عليه. ولما الشرطة راحت بيته لقوا الأرض والحيطان كلها دم، حتى المطبخ والخلاط والسكاكين، ولقوا كمان في التلاجة بقايا حيوانات وأعضاء بشرية، وبدأ يتحكم على كل الجرائم اللي عملها واتحكم عليه بالإعدام عن طريق الموت اختناقا بالغاز، وده كان حكم خفيف قوي بعد كل الجرائم اللي ارتكبها. بس للأسف الحكم ده متنفس ولقوه زنزانته ميت بسبب أنه أخد جرعة زيادة من مضاد الاكتئاب. تفتكروا العنف الأسري ممكن يوصل الإنسان للحالة اللي وصلها ريتشارد؟ وإيه الحلول اللي ممكن تحتوي مشكلة زي دي وما تخلقش قاتل مختل في وسط مجتمعنا؟ ياريت تكتبولنا ردودكم في الكومنتات، وقولولنا كمان حابين نتكلم عن إيه في الحلقات الجاية. ودي كانت حكاية النهاردة، نشوفكم في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير.